مشاهدينا الكرام، عشاق الرياضة أينما كنتم، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمميزة من برنامجكم مونديال قطر. جولة مثيرة عاشتها دوحة الجميع في قطر، أسبوع حافل بالمفاجآت تصدره المنتخب السعودي بتجاوزه للمنتخب الأرجنتيني وإيقافه لألا هزيمة للمصنف الثالث عالميا وفيه أفضل لاعب في العالم الأسطورة ليونيل ميسي. كذلك اليابان مشاهدينا حقق مفاجأة من العيار الثقيل بعد إلحاقه الخسارة بالمنتخب الألماني. أما سفراء العرب في هذا المونديال تونس والمغرب تحصدان نقطة مهمة في بداية مشوارهما المونديالي بعد التعادل أمام الدنمارك وكرواتيا. أما فرنسا تضرب أستراليا بالأربعة، والبرتغال تنجو من فخ غانا، والبرازيل كذلك تتفوق على صربيا أداء ونتيجة. كل هذا وأكثر نتابعه معا، تفضلوا بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا، مفاجآت كانت من العيار الثقيل في هذه الجولة. للحديث أكثر عن أحداث الجولة الأولى ينضم معنا عبر الزوم المحلل والناقد الرياضي مراد أبو الرجال. أستاذ مراد، أهلا وسهلا بك وأنت في قطر وتشاهد هذا المونديال عن قرب. في البداية لو تحدثنا عن أجواء هذا الأجواء الرائعة لمنتخب يعني للمنتخبات العربية وللمنتخبات بشكل عام وللجولة التي حدثت وأنت متواجد في دوحة الجميع قطر، صف لنا الأجواء المرافقة لهذه البطولة. اولا امسي عليك استاذ ايمن وعلى جميع الاخوه المشاهدين. المونديال حدث استثنائي عالمي، جميع الانظار الان متجهه الى الدوحه. الدوحه يعني بمساحتها الصغيره استطاعت تنظيم حدث عالمي ضخم جدا. نعم، الجميع اجمل بالتنظيم، الجميع ابدى ثناءه على ما قدمته قطر من خدمات، من ملاعب، من بنيه تحتيه قويه جدا. لذلك مونديال استثنائي، واستثنائي ايضا بنتائجه. الجوله الاولى حملت انسيابيه حتى في التنظيم، ومن خلال دخول وخروج الملاعب، ومن خلال ما نشاهد من خلال التجمعات والاجواء المرافقه للبطوله، كانت يعني بطوله ملفته ورائعه. بالضبط، التنظيم كان رائع جدا. اما بخصوص النتائج كما شاهدنا يعني انقلبت جميع الموازين. اعتقد نحن امام عصر جديد لا يوجد فيه قوي بكره القدم، الكل يعني يستطيع تقديم أداء منافس والفوز بناء على الاستعداد، بناء على الخطط، على التنظيم. لذلك وجدنا منتخبات آسيا تتفوق على منتخبات أوروبية عريقة وعلى منتخبات أمريكية جنوبية. نعم، لديها تاريخ كبير في كأس العالم. لذلك مونديال استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المنتخبات العربية كيف تجد أنت مثلا حظوظ هذه المنتخبات؟ هناك تعادلان رغم تعثر المنتخب القطري والفوز المفاجئ الذي كان لم يتوقع أحد أن يتجاوز مثلا السعودية المنتخب الأرجنتيني، كيف ترى أنت حظوظ هذه المنتخبات وهل ستعبر إلى الدور القادم؟ كانت البداية مع قطر، البداية كانت مخيبة للآمال بناء على الاستعدادات، بناء على ما تم تقديمه من هذا المنتخب. المنتخب القطري كان الكثير متوقع أن يقدم أداء قوي، أقل ما كنا يعني ما كنا نتوقعه هو اداء مقارب لكوبا امريكا اللي شاركت فيه قطر اعتقد 2019 ونافست وانتصرت على المنتخبات الامريكيه الجنوبيه في امريكا الجنوبيه، ولكن كانت مباراه تقريبا من طرف واحد واستطاع الاكوادور تحقيق الفوز. ثم اتينا للمباراه المعجزه، المباراه التاريخيه، مباراه السعوديه اللي استطاعت فيها يعني الفوز على منتخب الارجنتين عريقا الذي لم يكن احد يتوقع ان يخسر امام المنتخب السعودي. اعتقد الفوز السعودي اعطى دافع لجميع المنتخبات العربيه للفوز. نعم، وهذا ما راينا فعلا لتونس والمغرب الذين استطاعوا يعني الخروج بنتائج يعني ايجابيه، التعادل امام منتخبات عريقه. شكلت فارق يعني المباراه السعوديه خصوصا بعد يعني مباراه قطر، شكلت فارق جدا خصوصا وكانت دافع لتونس والمغرب في أن يقدموا مستوى مشرف. إذا ما تحدثنا عن المنتخبات التي ستعبر برأيك أنت، من هي المنتخبات المرشحة اليوم للظفر بهذه البطولة ومونديال قطر؟ بالنسبة للمنتخبات العربية ما زالت جميع الحظوظ يعني والـ الإمكانيات مطروحة. جميع المنتخبات ما زالت تملك
يعني حق التأهل وبناء على الأرقام، بناء على المستوى. لذلك كل ما يهمه يعني ما يهمنا الآن هو أن نرى منتخبات عربية تقدم وتستمتع بلعب كرة القدم، نعم، وأن يعني تحصد يعني النقاط. يعني هذه هو طبعا الفارق المهم، يعني تأهيل هذه المنتخبات للأدوار الثانية. لذلك كل المنتخبات العربية أعتقد يعني من خلال المجموعات، من خلال المجموعات مثلا لو بدأنا من مجموعة قطر وهولندا والسنغال والأكوادور إلى آخر مجموعة، من هي المنتخبات برأيك التي ستتأهل؟ أعتقد المنتخب السعودي قادر جدا، بالأخص يعني إذا ما استطاع تقديم مباراة إيجابية وخروج بالفوز أمام منتخب المكسيك، أعتقد المنتخب السعودي قادر يتأهل الدور الثاني. تونس كذلك والمغرب ما زالت الحظوظ مطروحة، وتعادل أمام منتخبات هي الأقوى بمجموعتها. بالنسبة لقطر يعني المنتخب القطري يعني لابد أن يخرج من صدمة الخسارة الأولى، كانت أمام منتخب الإكوادوري وهناك مباراتان يعني قوية أمام السنغال وهولندا لذلك. والأرجنتين كابتن يعني هل تتوقع أن يعني أن تتجاوز التعثر أمام السعودية وتلحق بالركب وتتأهل إلى الدور المقبل؟ بلا شك، يعني هذا ما سألته أنا شخصيا يعني الجماهير المنتخب الأرجنتين بعد المباراة، وكلهم كانوا على أمل أنه قادرين على العودة. يعني كانت صدمة المباراة الافتتاحية صدمة كبيرة، ولكن أيضا يعني هم مطالبين يعني بتجاوز بالخبرة باللاعبين بأسماء الذين يمتلكونها، وقادرين يعني على يتفوق على بولندا وعلى المنتخب الآخر في المجموعة المنتخب المكسيكي. لذلك كل ما يريده يعني المنتخب الأرجنتيني هو الخروج من الصدمة وتقديم يعني المستوى التانجو المعروف يعني لجميع المتابعين. من خلال متابعتك للجولة الأولى يعني مراد، من ترى أنت المنتخب الآن الذي ظهر بشكل جيد وهو يكون مرشح ليحرز هذه البطولة؟ أنا أعتقد المنتخب البرازيلي، المنتخب البرازيلي هو كان الأميز يعني خلال الجولة الأولى، عناصر قوية جدا، مهاجمين يعني فوق الخمسة ستة مهاجمين، يعني بعضهم لم يشترك حتى في التشكيلة الأساسية. هذا المنتخب يعني مليء بالنجوم، وأعتقد أنه قادر للوصول للمباراة النهائية. لذلك يعني أعتقد البرازيل هو المنتخب الأكثر يعني حظا بالفوز بكأس العالم. إسبانيا كذلك ظهر بشكل مشرف ويعني بسباعية فاز، كذلك المنتخب الإنجليزي كذلك ظهر بمستوى جيد، كذلك المنتخب الفرنسي. هل ترى أنت أن هؤلاء هم المنتخبات مثلا المرشحين لأن يصلوا بعيدا في هذه البطولة؟ طبعا أنا اخترت المنتخب البرازيلي بناء على الخصم، نعم، وليس النتيجة. بالنسبة للخصم كان المنتخب الصربي، المنتخب الصربي قوي جدا ويمتلك يعني عناصر قوية خصوصا بجهة الخط الهجومي، لذلك هم قدموا مباراة قوية جدا. لكن الشوط الثاني فرق قليل، كانت اللياقة قلت شوية وبان الفارق بالإمكانيات بين المنتخب البرازيلي والصربي. فعلا يعني هو بآخر 25 دقيقة المنتخب البرازيلي يعني تفوق يعني حتى بالدكة اللي كانت موجودة. بالضبط يعني، ولكن يعني كما اعتقد يعني منتخب برازيلي يعني منتخب يعني لديه خبرة في البطولات العالمية، ولديه مدرب يعني يدربهم من فترة طويلة، لذلك هم قادرين يعني على الوصول. اما المنتخب الاسباني طبعا منتخب قوي جدا، ولكن ما زالت هناك كثير من العناصر الشابة ممزوجة مع عناصر الخبرة التي يعني مع تقدم العمر لم تعد يعني تعطي بالشكل المطلوب. صحيح المباراة كانت قوية للإسبان وبنتيجة عريضة يعني سموها بسباعية، ولكن أعتقد يعني هم قادرين على التأهل للأدوار العليا، ولكن هل باستطاعتهم يعني الوصول للنهائي؟ أعتقد هناك منتخبات أقوى وهي أربعة يعني منتخبات يرشحها مراد، يعني إذا سمينا بالاسم يعني المنتخب الأول من، والثاني من، والثالث والرابع مراد؟ سوف أذهب أولا مع المنتخب البرازيلي، ثم المنتخب الإسباني، ثالثا المنتخب الفرنسي، ورابعا وأخيرا أعتقد المنتخب الألماني هو قادر على العودة. قادر على العودة، وكذلك المنتخب الإنجليزي ظهر بمستوى جيد. مراد، من ترى أنت اللاعب الذي ظهر في هذه البطولة إلى الآن وكان أداؤه ملفت؟ أعتقد ريتشارلستون لاعب المنتخب البرازيلي، يعني ادخل هدفين، يعني الهدف الاول كان هدف مجهود كبير والهدف الثاني للتاريخ، كان متابعة فعلا يعني هو من راهن عليه مدرب البرازيل، وفعلا استطاع من خلال الاهداف ان يثبت نفسه في الدكة. طيب في المقابل لاعب مخيب للآمال ظهر في هذه البطولة الى الان، يعني بلا شك ميسي، الجميع يعني يسألوا نفس السؤال وير از ميسي، فأعتقد ميسي هو العلامة الكبرى التي غابت، رغم أنه أدخل هدف من بلنتي، ولكن كان واضح جدا أنه ميسي لم يعطي يعني بكامل عطائه المعروف بهذا الموسم بالتحديد.
مع باريس سان جيرمان، اعتقد ما زال لديه الكثير ونتمنى ان نراه في البطولات القادمه. لان اخر بطوله بالنسبه لميسي ويستحق حقيقه ميسي يعني الوصول ابعد في هذه البطوله. منتخبك المفضل التي تشجع انت مراد، بغض النظر عن من ظهر في هذه البطوله، من تشجع؟ حقيقه انا اميل لمنتخبات امريكا الجنوبيه، فالبرازيل ثم الارجنتين. نتمنى التوفيق للمنتخب البرازيلي، ونتمنى التوفيق للمنتخبات العربية، ونتمنى أن تستمتعوا وأنتم متواجدون اليوم في دوحة الجميع بهذه البطولة الفريدة من نوعها. شكرا، الشكر الجزيل للمحلل والناقد الرياضي مراد أبو الرجال، كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إلى مشهد آخر من مشاهد هذه المرافقة لهذه البطولة، ثقافة تنظيف غرف الملابس من قبل اللاعبين والطاقم المرافق للمنتخبات بدأت بالانتشار. فبعد المنتخب الياباني ها هو أبطال نصور قرطاج يقومون بتنظيف غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء مبارتهم أمام المنتخب الدنماركي. نتابع. أما لقطة الأسبوع مشاهدينا، يظهر فيها مشجع أرجنتيني يتبادل القمصان مع مشجع آخر سعودي. خسارة منتخب بلاده لمواجهته الأولى أمام الأخضر السعودي. خلونا نشوف. لقطة جميلة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. أما المشهد الآخر، مشهد جميل وهو صورة لملاعب كأس العالم والتي تجلت إلى مكان لأداء صلاة الجمعة. هنا ملعب الثمامة والتي لعب فيها مباراة لعب فيها مباراة منتخب القطري والسنغالي، وملعب كذلك أحمد بن علي. نتابع. إذن مشاهدينا، كل اللاعبين في جاهزية تامة في هذه البطولة إلا بريل إمبيلو، والذي نزل إلى أرض الملعب وهو يشعر بالتي يركض خلف الكرة برفقة أشخاص لا يشبههم هوية ولا تاريخا. كان يعيش صراعا حقيقيا، لأن الفريق الذي سيلعب أمامه هو منتخب الكاميرون، وهو إمبيلو ذو الأصول الكاميرونية. هتافات في المدرجات وطبول تقرع من بلاد أجداده، ولكنها ليست لمؤازرته، وأخرى من جماهير لم يعتد عليها ولكنها ترتدي ذات الزي والقميص الذي يرتدي. وفجأة يلتقط النجم السويسري الكرة ويسجل هدف الفوز، ولكنه لم يحتفل، وهذا من الغريب والنادر في عالم الكرة وفي كأس العالم بالتحديد، والذي يعد حلما للجميع. ولكنه باختصار صراع الهوية بين مسقط رأسه والوطن الذي آمن بموهبته. وبالرغم مشاهدينا من رفضه الاحتفال، إلا أن منزل عائلة إمبيلو في الكاميرون تعرض للهجوم من قبل الجماهير الكاميرونية. نشاهد في هذه اللقطة. الهروب من ويلات الحرب إلى كرة القدم، هذا العنوان الأبرز في اليمن. هكذا اجتمع اليمنيون حول الشاشات في مختلف المدن لمؤازرة المنتخبات العربية. فوز السعودية في مواجهتها أمام المنتخب الأرجنتيني جعل الشارع اليمني يخرج احتفالا بهذا الانتصار. خلونا نشاهد هذه المادة.
وبهذه المشاهد الجميلة وبهذه الصور التي جاءت من اليمن والكل محتفي ويشاهد فعاليات هذا المونديال الكبير، نكون وإياكم وصلنا إلى ختام هذه الجولة، نلقاكم في ختام جولة أخرى من هذا البرنامج مونديال قطر الذي سيرافقكم خلال هذه البطولة. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وكافة معدي هذه الحلقة، دمتم بخير، في أمان الله.